بسمه الوطن. ستشات الوفوميات والسياسي مثل الحيط، عالمنا الانتقادات طاير فوق المصريات. بان الوطن لحمت بسمات الوطن، بعد عنا مقدسات ما في قيمه للشهادات. الوطن لا ما مات بسمات الوطن، بسمات الوطن، بسمات الوطن، بسمات الوطن. مساء الخير من بسمات وطن. بين فخر الدين، أمير بشير الشهابي، وبشارة الخوري، ورياض الصلح، وكميل شمعون، وبيير جميل، وكمال جنبلاط، وسليمان فرنجية، وفؤاد شهاب، وبشير جميل، ورفيق الحريري، وكتار غيرون، ما اختار موقع جوجل ليكرمه بذكرى ال 75 إلا شوشو. وهيدا الدليل إنه ذاكرة التاريخ ووجدانه ما بهمهم إلا الفنان. ولكن بلبنان بس يموت سياسي بتعجق بدفنه مثل النمل، وبس يموت فنان عشوي بزقه النمل ويعي بشوم على لبنان. والليلة بحلقة بسمات وطن رح نكرم ونوجه تحية لشوشو، ولكن بداية خلينا نشوف شو عنا الليلة بالحلقة. الليلة بسمات وطن بدنا نشوف ليش جوزة لسوسو وجيران سوسو كلهم عم يمشوا هاي، ويلي عنده مبدأ بدعم الثورات مش ممكن يغير عنه ورح يضل يدعمون. وهالمشهد المؤلم والحزين في شي مش ممكن يتصوره عقل إنسان وبشري، شوفوا شو هو. وخلال تكريم الدولة اللبنانية لهالفنان اللي مات صار شي، فشو صار يا ترى؟ وهاللبناني مرته قررت تنتحر، شو السبب؟ كيف وين؟ نعرف بعد شوي. ويونس تيجدد شبابه رح يلجأ للقضاء والعدلية. والست ليلى ما بتعرف تعمل شي بلا ما تقص شريطة، ما عدا هونيك شغلة بتقصة بلا شريطة. بس مات وطن الليلة حلقة قشطة. مثل ما خبرناكم ببداية الحلقة الليلة، وتحية لشوشو، ضيفنا ببسمات وطن هو شوشو. مساء الخير. مساء الخير ست نايلة معوض. ايه؟ أنا نايلة معوض؟ لا، بس عم ردلك التحية. بالمستقبل الناس رح يتذكروك أكثر من نايلة وباهية وجيلبرت وما بعرف مين. تقبريني برأيك اللبنانيين مين بيتذكروا أكتر بين سونيا بيروت ونهاد سعيد؟ أنا بقول بيتذكروا فارس سعيد. كرب زوئك شو نغشها. ليش برأي شوشو جوجل تذكرت فنان لبناني كوميدي ومش سياسي؟ لأنه جوجل بهمه اللي مثله، مين ما بيضحك على الناس. دخلك على فوقها ذاكرتها نفست مش عبلاقة يوب لش تبنشرها. شو يعني جوجل؟ جوجل هو موقع على الانترنت بتفتش فيه على اللي بدك ايه. عما نحن على ايامنا ما كان في جوجل، كنا نفتش على اندل، اندل الكاز. شو رح تغني لنا الليلة؟ طبعا معلوز، رح غني لكم غنية كتير حلوة ميوزيكا. يا ويلي يا ماما، حتى يشوف الحوريات في واحد حمار، صدقني شو بيسمع عن الانتحار، مش عارف هيدا المهبول بيكون كفتصار. يا ويلي الله نجينا. بعرف انتحاري فجر حاله بسيارة،
ظهر بعدها امه دموعه كانت شرشارة، وقال لولا حورية شفت ولا عالجنة ما وصلت، رحت تحت الدعس على الزفت. ايوه حتى يشوف الحوريات في واحد حمار يحوه، صدق ليش بيسمع عن الانتحار، مش عارف هيدا المهبول بيكون كفته صار. او ماي جاد. بسمات الوطن. طول بالي، هيدي مشيئة ربنا. والله راح بكير بكير، راح بعده شاب. مظبوط بعده شاب. يا ريت في رد في حده، اصلا مين بقلب الحياة بلاش، شو بدي اعمل بحياتي؟ طول بالك، عندك طفل بالبيت لمين بدك تتركيه؟ مظبوط عندك طفل بالبيت. لك مش بعد منه، مش بعد كاكل دي. هاي بعت لي واتساب، وانا بعت لي واتساب. هلا ما مين بدي احكي على الواتساب حبيب؟ اصلا لشو حياتي مالي لشو؟ طول بالك، اصلا ما بقى في واتساب. مزبوط ما في واتساب. واتساب؟ مش الواتس؟ مزبوط اجاني شي. مش الواتساب؟ يا خلفون نسي الواتساب؟ ايه يلعن حظي. بسمات الوطن. شو هالقهوة الطيبة يا سوسو؟ اهلا وسهلا بنجول، احلى صبحية. لكن كيف هالإزميز بهالأيام يا سوسو؟ ولك يا نجول رح تجننيني، بضل بالك بالإزميز؟ ارتاحي ما في إزميز. سوسو أنا رايح على الشغل شيرين، ليش ما وعدتيني بكير؟ يم سوري شيرين نسيت. يم قلتيلي ما في إزميز يا سوسو، ملاك جوزك كيف ماشي يا سوسو؟ شو خاص ماشي جوزي نجول؟ صباح الخير، وين جوزك يا سوسو؟ هلأ مشي، بتلحقوا. طيب، باي سوسو. وهيدا الجار كمان يا سوسو؟ لك نجول شو بوجه؟ نبوشي يا سوسو. بونجور، مدام سوسو، شفتي لي البابا؟ ايه، هلأ مشي، بتلحقوا إذا بتعجل. لك يا ويلك من آخرتك أنت يا ويلك، لك هي طفل هيدا كيف تعملي فيه هيك يا سوسو؟ نجول؟ هلأ فكرك لأنه هن ماشيين هيك أنا السبب؟ إيه؟ وشو اللي بيخلي الرجال يمشي هيك يا سوسو؟ نجول جوزي عوني، جاري عوني، ابنه عوني، كلنا بالبناية عونية يا رجول. ومثل ما بتعرفي بهالأيام العونية منفتحين، من ميل على حزب الله ومن ميل على تيار المستقبل. هيدا الانفتاح على الميلتين هيك بيعمل يا سوسو؟ ايه نجول فهمتي هلا؟ اوكي يا سوسو، انا صار لازم امشي، ميرسي كتير على القهوة، بخاطري يا سوسو. مع السلامة. نجول ليه ماشي هيك؟ ما انا كمان عونية يا سوسو. بسمات الوطن.
بدي تشببنا عيوني؟ ليلي سعاد. ايه مش تقتلي يونس؟ بلا سعاد، بس خليني قبل روح عند الاستاذ ملحم جارنا. استاذ ملحم؟ الموظف بالعدلية؟ ايه الموظف بالعدلية. واش بدك منه كيونس؟ بعدين بخبرك. يلا عشر دقايق وبرجع. عمل كيونس. بس مش رح فينا نجدد شبابنا سعاد الليلي، الاستاذ ملحم قال لي بكرة. ييه وعش خصو استاذ ملحم يونس؟ من هون يا شباب بدي اياكم تكونوا قد ما فيكم السند لشعب الثورة. اذا قدرتوا جيبوا معكم ممثلين عنهم. مرحبا قائد. جبتوا معكم ممثلين عنهم؟ نعم. ولشو جايبين؟ قاسي مثل الحيط. مات الوطن؟ لا لا مات، بس مات الوطن. مات الوطن؟ لا لا مات، بس مات الوطن. منتابع بسمات وطن مع ضيفنا شوشو هالليلة. تحية لألو شوشو. ليش برأيك الدولة اللبنانية ما بتكرم فنان إلا من بعد ما يموت؟ شو قلتلي؟ عم بسألك ليش الدولة اللبنانية ما بتكرم الفنانين إلا من بعد ما يموتوا؟ لا مش صحيح الكلام، في فنانين لبنانيين كرمتهم الدولة قبل ما يموتوا، لكن كانوا رشيوا بالفرشة وعم يعملوا بيبي بتيابنا. يا ويلي. شو أنت كرامتك الدولة قبل ما تتوفى؟ مرة أحدهم بهالدولة الأنتيكة قال شوشو أنا بدي كرمك. قلت له بهيد الشر عن قلبي، ما تفول علي ولو. يا ويلك فيي. طيب شو رأيك حاليا بالسياسة بلبنان؟ يه ألف عه. يه ألف عه؟ يعني يا عه يخرب بيتن لحد يضل مطرح الحماة. مش معروف أي حلف مع أي حلف. زعراء؟ لا مش نقطة ببحر زعراناتهم. قول بس طلع الدكتور جعجع صاحب مبدأ وما فات بكل هاللعبة. بيكون جرب يفوت وزحتت اجره اجا برا. زعراء؟ لا منك كل شي مقبول. وعدنا باغنية تانية، جاهز؟ معلوم، هيدي اغنية لكل مواطن لبناني حاسس حاله غنم. وينك يا فيفي عبدو؟ يا لبنان اقعد ما تلحق القرود، بيفترقوا وبيردوا وبيقولوا لك خد. يا لبنان اقعد. ايوه. ما تلحق القرود. يا مامي. بيفترقوا وبيردوا وبيقولوا لك خد. يا ويلي. شو سرحت اليوم يا ريس على القرود؟ هاجمت الصبح خصمي، ظهر عزمته على الرسمة، عشري حكي باسمي وصرنا حليفان. يا لبنان اقعد. أيوة. ما تلحق القرود. يلا. بيفترقوا وبيردوا وبيقولوا لك خد، بيقولوا لك خد، بيقولوا لك خد. بردول. بسمات الوطن. يا شباب نحن بلشنا كثورة ضد السلاح الفلسطيني والاحتلال السوري، وانطلقنا وصرنا مقاومة وترسخنا بوجدان المجتمع، واليوم صرنا نحن حزب سياسي، ولكن بضل أصلنا ثورة. صحيح؟ صحيح. من هون ما لازم نتراجع ولا نتخاذل عن دعم أي ثورة قائمة لمحاربة الظلم والاستبداد والقمع، يعني أي ثورة بتشبهنا بغض النظر عن انتمائها. 100%. من هون يا شباب بدي اياكم تكونوا قد ما فيكم السند لشعب الثورة، وانتوا عارفين انه بلدنا مليان من هالشعب. قائد انا اقسم بشرفي انه من اليوم ورايح كل معيش رح يكون لإلهم. برافو،
وأنا يا قائد كل ما يكون معي دقيقة فراغ رح روح لعندهم عيش بيناتهم ومعهم شوف شو عايزهم شو ناقصهم وهيك بكون على الأرض معهم. عافاك عافاكن. ومن بعد ما تتواصلوا معهم إذا قدرتوا جيبوا معكن ممثلين عنهم حتى لي أنا اسمعهم وشوف لشو محتاجين. يلا يلا يا شباب يلا إلى العمل إلى دعم الثورة والثوار. يلا اهلا اهلا طمنوني عم تدعموا شعب الثوره جبتوا معكم ممثلين عنون نعم هاي هاو ار يو حبيب ليه ولا شو جايبين اوكرانيات قائد قلنا سنتين ونص بندعم الثوره السوريه وبعد مطرحها فقلنا منغير على الثوره الاوكرانيه ناتاشا لبوشكا لبرا لبرا ناتاشا ولبوشكا قال بدي البشكن لبشي ما تطلعوا منها لبرا ناتاشا ولبوشكا استي استي هير بدنا نناقش الثورة استي يه 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 شي بسمات الوطن باسم الدولة اللبنانية وتكريما وتقديرا لهذا الفنان الشامل العظيم الراحل الكبير الأستاذ جميل فنو الذي أضحك اللبنانيين لمدة نصف قرن جميل فنو الذي كان مدرسة في الكوميديا الراقية جميل فنو الذي خلق ودرس وخرج أجيالا من الكوميديين اللبنانيين جميل فنو الذي دخل التاريخ من الباب العريض وبات يسمى مولير لبنان والعرب نحن اليوم وباسم الدولة اللبنانية نمنحه وسام التقدير هذا من رتبة فارس وخيال وجواد رحم الله جميل فنه ولتكن نفسه في السماء يه ساعل عبنا مات عن إذنك استاذ أنا ابن خيو دكتور في نبض في نبض ما مات هيئتك غايب عن الوعي ما مات لا بكون شيء درع ويسام إلي أنا هيئتوا لهون فكرناك متت يلا بخاطركم معقول تاخد منه الوسام؟ نحن بدولة تكريم الموتى الدستور بيقول أثناء تكريم الميت إذا عاد وقام فوراً يسترد الوسام إن قبر تنكرمك بسمات الوطن سعاد ذاكر انك بدك تروح عند الاستاذ ملح مايونيز ايه بدنا نجدد شبابنا على بنا تقوم روح شوفه وارجع يا بيي يا ويلي ناطرتك يونيس أنا جيت سعاد ومش الحيلة يونيس لا مش رح فينا نجدد شبابنا الليلة سعاد وليش كيونيس الأستاذ ملحم ما فضي رح يجرب بكرة ولك أنا مش عن أفهم أشخاص الأستاذ ملحم يونيس حمص ست ليلى ايه شريطه للحمص والسياسي مثل الحال مات الوطن لا ما مات بس مات الوطن مات الوطن لا ما مات بس مات الوطن
إذا قلنا البليد بالأموال أكيد عم تعرفوا عن مين عم نحكي، ولكن إذا قلنا ليلى الملح زيادة فأكيد ورح تتأكدوا عن مين عم نحكي. بسمات الوطن. أهلا وسهلا، شو هيدا؟ شو عم تعملوا؟ جاي الست ليلى. ليلى عبد اللطيف؟ لا، ليلى الملح زيادة. هلا الست ليلى كل ما بدها تعمل شيء لازم تقص شريطة. الشريطة من تراثها وتقاليدها، إذا ما في شريطة ما في ليلى. جيب الغداء. حمص ست ليلى؟ إيه. شريطة للحمص. لبنة ست ليلى؟ إيه. شريطة للبنة. زيتون ست ليلى؟ إيه. شريطة للزيتون. طون ست ليلى؟ ايه. شريطة للطون. متبل ست ليلى؟ ايه. شريطة للمتبل. خضرة ست ليلى؟ ايه. شريطة للخضرة. اهلا وسهلا بالست ليلى الملح زيادة، هيدا الحساب. شريطة للحساب. خلصت البكرة، ما في شريطة بقى. ما في شريطة؟ وكيف بدها ست ليلى تفتح جزدانها بلا ما تقص شريطة؟ مستحيل. وانا مين بيدفع لي؟ حول طلبك لمؤسسة البليد بالأموال. إدي عمرك 55. مش مشكلة، إذا أنت ما لحقت بكرة أولادك بيقبضوا عنك. شرفي ست ليلى، رح نفل بلا ما تقصي شريطة. بتريد تقصي غير شي؟ إيه. هلأ منتوقف مع فقرة التوب 10، وحسب الأغاني رح نتعرف على أهم 10 مواضيع أمنية وسياسية واجتماعية صارت هالأسبوع. بسمات الوطن. منبدأ توب 10 الليلة بالمرتبة العاشرة مع زيارة أنجلينا جولي للبنان. كل المسؤولين اللي شافوا أنجلينا قالوا لها بالمرتبة رقم 9، ومن بعد ما تشكلت حكومته بعد 11 شهر، الرئيس تمام سلام بهالايام على الفرحة عم يحكي لوحده ويقول يا سلام 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 يا سلام. يا سلام 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 يا سلام. بالمرتبة رقم 8، الرئيس سعد الحريري كتير مشتاق للبنان وشوقه ما بينقاس ودايما عم بيقول وحشان الدنيا في بلدي، عايز اروح اروح بلدي وافتكر اللي كان، وحشان اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة في ليلة حب كمان. من بعد ما تشكلت الحكومة أعلن الوزير وقام وهاب موقفه بصراحة، فحل بالمرتبة 7 وقال أنا بنسحب ما عاد بدي اشتكي، أنا بنسحب يا حرام على عيون البكي، أنا بنسحب من قلبك وخلص الحكي. النائب ست ريدا جعجع سألت الدكتور سمير جعجع ليش رفض يدخل الحكومة، فحل جوابه بالمرتبة السادسة وقال ما بدي شي ما بدي شي غيرك حبيبي بهالدنيا، ما بدي شي ما بدي شي
ما بدي شي غيرك حبيبي بهالدنيا ما بدي شي. النايب إلي ماروني كان موعود بالوزارة لكن الرئيس الجميل فاجئه وما وزره. بالمرتبة الخامسة بنسمع سؤال ماروني للجميل. ظالم وقلبك حجر يا حسرة على الأيام جمعتني بحقر بشر ابعد أنا نسيتها أنا نسيتها. بالمرتبة رقم أربعة بنرجع لكلام الحب وهالكلام عامر دايما ببنشعه من سليمان لريوة. انا بتحدى كل الاعمار من السبعة حتى التسعين مشافوك وعقل ما طار انا بقطع ايدي اليامي انت منك عادي يا بعي كل منطقي بيقلي مثل الطلقة الروسي اذا ما قتلت بتشلي. الرئيس اميل لحود لما سمع الوزير السابق شار رزق عم يحكي عن العدل والعدالة والشرف والسيادة احتل المرتبة الثالثة وقال لشار رزق انت اخر واحد في الدنيا دي ممكن ابكي عليك زي اي خاين والخيانة باينة جوا عليك بعد اي حاجة بعد كل حاجة انت على حاجة. بالمرتبة الثانية كل العونية وكل المستقبلية مصدومين كيف عون بيحكي عن الحريري والحريري بيحكي عن عون. هيدي مصدرة حبيبي انت وروحي انت لحد قبلك ولا بعدك انت حبيبي انت وروحي انت لحد قبلك ولا بعدك انت. اما بالمرتبة الاولى فحلت اغنية جماعية غنوها كل الانتحاريين اللي فجروا حالهم بلبنان مؤخرا وهالاغنية بتقول انا لا مطل ولا بطوح انا جاية جامل ومروح انا لا مطل ولا بطوح انا جاية جامل ومروح واشوف بسمات الوطن. يونس قوم روح عند الاستاذ ملحم شوف اذا مشي الحال. ايه كنت ناسي الليله بدنا نجدد شبابنا. ايه واليوم الجمعه بتعجقش بالعدليه. يلا سعاد حضري حالك منيح. سعاد يونس اتقلي كمان اليوم لا ليش عم بيقردفني هالقد استاذ ملحم ما بعرف وبلاه ما فينا نعمل شي. يا الله ولك انا مش عن افهم اشخاصه الاستاذ ملحم بل. بعد الاعلان تابعونا في عنا فقرات اكيد 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 عزوكن. مات الوطن لا ما مات بس مات مات الوطن لا ما مات بس مات الوطن. لهون بيخلص بسمات وطن الليلة. أكيد بعد في سكتشات ناطرينا رح نقدم لكم إياها. بشوفكم الأسبوع الجاي إذا الله راد. باي. بسمات الوطن. يا سيد تمام الحقني يا سيد تمام. لوين؟ شو في بهالليل؟ مرتي بدها تنتحر. يا ماما بدها تنتحر ليه؟ قال لأنه كمشتني عبخونة بتختة مع ثلاث نسوان. معقولي شعاع صغير إن انت معك ثلاث نسوان وين بتخونة إذا مش عالتخت عالمجلة؟ المهم هلأ عجل معي أنا أنه ما تنتحر بترجيك. امشي هيا. بالسيارة؟ انت عارف وين راحت تنتحر؟ ايه خبرتني. طلع يا سيد تمام. هيا وين هون؟ ايه فهمت منها انه بدها تنتحر بهالشارع. انت عارف عن اي بنية بدها تفز؟ ما راح تفز. يا حي يا سيد تمام.
زازا بليز ما تنتحري. روح في البنون يا بلا أخلي. خلص أنا بدي انتحر. كيف بدأت انتحر؟ أخذ السم؟ لا. بدأت تقوس حالة؟ لا. وكيف؟ شوف نحن وين؟ نحن بحارة حريق بالضاحية. ايه قال يبطأت هون وناطرة شيء انتحاري يشيلها. بليز يا سيد تمام إلا ترجع على البيت. عمرها ما ترجع. أنا راجع البيت يا ماما. يا سيد تمام يا سيد عمرك ما ترجعي. يا سيد تمام يا سيد تمام يا سيد تمام. بسمات الوطن. مرحبا أستاذ ملحم. أهلا عم يونس. وأنا كمان جيت معه يا أستاذ. أهلا ست سعاد. أهلا أهلا. إن شاء الله تكون جبت لي هالغرض من العدلية. يونس طالب من الأستاذ يجيب لك معه الحبة الزرقاء. لك لا يا عمي أنا أبيس واش أخذ من هالحبوب كرمال قلبي. فطلبت من الأستاذ يطلع لي مذكرة توقيف. جبتها معك؟ إيه جبتها. بس فسر لي لشو بدك مذكرة التوقيف؟ لك يا تلعون بعدين نفسر لك. إن شاء الله تكون نافذة. يي 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 زلغتي يا سعاد زلغتي. الوطن لا ما مات بس مات الوطن.